محمد علي خير يطرح قضايا خطيرة تمس الدولة العميقة في مصر. قصر البارون اللي في مصر الجديدة. أيوة. البارون إمبان. يعني جه حفيد البارون إمبان أو ابن أخوه على ما أذكر. وده أهو القصر وأنا عايش وعايز أنقل الملكية. وليه هو وريث يعني. لكن برضو قابلته مشاكل حسب ما قريت في الجرائد. هل برضو بنك ناصر خد قصر البارون؟ بنك ناصر في كل الحالات بيقلب عبء الإثبات. تقول إليه منه بدل ما هو اللي مفروض يثبت بينقل عبء الإثبات على الذي يدعي أنه وارث. قضايا فادحة بتحصل. ابن أخو البارون إمبان معاه جواز سفر ومعاه ورق وده كلام ما فيهوش نقاش. يعني مفروض اجي للحكومه المصريه اقول انا عايز الاصل بتاعي يقولوا لي اتفضل. وقضايا اخرى صادمه. طب ليه المشترين مثلا ما يروحوش لرئيس مجلس اداره بنك ناصر يقول يا فندم ادي الورقه اهو هات الشؤون القانونيه عندك والكلام. هل راحوا مثلا لبنك ناصر وقدموا هذه المستندات ورغم ذلك قالوا لو جبت وارث واحد هنفرج عن التركه. ده كلام بنك ناصر. كلام بنك ناصر. طيب ما في ورثه وجم الورثه وحضروا الورثه واقروا امام المحكمه واقروا امام الخبير. يعني ايه اكتر من كده؟ طب ده ايه ده تفسيره ايه؟ تعنت واضح من بنك ناصر في استغلاله للسلطه. تعنت بنك ناصر. عاوز اقول لحضراتكم الواحد كان بيجهز للفقره دي ما كنتش متصور ان في امور بهذا الشكل بتحدث ربما لان ما تعاملتش بهذا الشكل المباشر في نقل ملكيه او تسجيل. بس يعني ايه ان انا اكون شاري عقار ويطلع عيني 10 او 20 سنه عشان اثبات ملكيته؟ اعتقد ممكن الواحد يعني مخه يعني ينفجر. البيروقراطيه التي تضيع حقوق المواطن المصري. لكن على لسان استاذ عبد الفتاح ابو شنب ضيفي الكريم بيذكر وقائع محدده اتمنى من الساده المسؤولين في بنك ناصر الاجتماعي انهم يتواصلوا مع البرنامج ويردوا عليها وغير الرد يقولوا لنا كيف سيتم انهم يتلافوا تكرار ده في حالات قادمه. أخطاء فادحة بتحصل ولازم لها حل فوري. اتضح أن هؤلاء اللي بيقول بنك ناصر افترض أن هم ميتين طلعوا أن هم أحياء وموجودين. ده احنا كده عايزين لا أنا هاخد بكرة الصبح ضيف الكريم أستاذ عبد الفتاح واطلع على رئيس مجلس إدارة بنك ناصر ونعمل الحلقة من هناك. ما كنتش اتخيلها أنها أن في حلقة. محمد علي خير يطرح قضايا خطيرة تمس الدولة العميقة في مصر في المصر فندي كل سبت وحد واثنين العاشرة ليلا حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.